Hi, welcome again with you, Ms. Shayma Munir. النهاردة هنكمل English World for Primary 3, Unit 4. Let's start. Things we use. We have here vocabulary, America, wall, pioneer, room, river, pot, log, toy, water, skittles, saw, scissor, axe, plastic, hammer, rope. We have also some verbs in pictures. مهم جدا نعلم ولادنا ان هم يكون عندهم حاصلة افعال كتيرة جدا عشان يقدروا يستخدموها في كتابة ممكن paragraph or email اي حاجة okay? او مثلا ابسط شيء ان هم يقدروا ان هم يعملوا sentence. stick, pull, fetch, cut, pick, fold, shop, play, travel, study, left, cook, cry, skip, stop. Let's move to another part. We have here the past simple tense. زمن الماضي البسيط. وبيكون من ايه؟ من السبجكت اللي هو he, she, it, they, we, you, will I. plus the verb in the past والفعل في الماضي بنحط في نهايته يا اما دي اي دي اي اي دي بنحط الverb دي لما يكون بينتهي بإي like what like live يعيش ال i v e في الباست هيبقى lived بنحط لها دي بنحط الاي دي with most verbs مع معظم الافعال بنحط الاي اي دي مع الverb اللي هو end with y بس شرط أساسي يكون قبل ال y حرف ساكن عشان أعمل remove لل y وحط ied زي cry يبكي ال r هنا حرف ساكن بنعمل remove لل y ونحط ied تبقى cried okay؟ طيب تمام إيه هي ال keywords مفاتيح الزمن أعرف من ده في ال past simple لما يجي لي yesterday ago lost ممكن أقول last week last month last year okay؟ طيب في ال negative بيبقى في ال subject plus didn't will verb في الانفينيتيف he didn't play they didn't eat ما ينفعش اقول لك they didn't eat they didn't played لا لان didn't الverb بينزل في الانفينيتيف فورم في المصدر اوكي برضو في السؤال بسال بديد بعدين السبجكت والverb في الانفينيتيف معنى كده انه لما يجي لي جمله منفيه او سؤال didn't or did الفعل لازم ينزل في الانفينيتيف فورم اوكي هنا عندنا some question words أدوات الاستفهام WH questions زي مسأل بوين بين بسأل بيها عن الزمن هو بسأل بيها عن السؤال على الأشخاص العاقل where بسأل بيها عن places what بسأل بيها عن الأشياء وكل واحدة وليها أمثلة زي ما احنا شايفين هنا تمام كده كل واحد ليها سؤال وليها إجابة على السؤال هنا كمان في study the following هنا بيتكلم عن السؤال اللي بيتقال والإجابة المتوقعة لكل سؤال إيه يعني بقول what's your name ما هو اسمك my name is Jao how are you I'm fine thank you how old are you I'm 10 years old I'm 11 whatever what's your father's job my father is a ونكتب وظيفة بابا doctor teacher where does he work بيشتغل فين he works in a على حسب الشغل لو teacher he works in a school okay طيب ده كان ببساطة جدا شرح unit 4 for primary 3 English world يا رب كن قدرت اوصل عنه بشكل مبسط وسهل ليكم لو اي سؤال او اي استفسار تحت امركم please don't forget to like and share my video thanks so much and see you soon bye